عادت المخا إلى الواجهة مجدداً، هذه المرة عبر حادث تفجير إرهابي هو الأعنف الذي يضرب المدينة المسالمة منذ دحر الحوثيين منها أوائل العام 2017 وتحولها إلى معسكر إماراتي مغلق. فقد انفجرت في 7:30 من مساء الاثنين عبوة ناسفة بدراجة نارية وضعت بالقرب من مقهى الشعب أمام محطة باصات النقل المتجهة إلى مدينة عدن، وأوقعت حصيلة كبيرة من الضحايا. بين هؤلاء الضحايا المصور التلفزيوني زياد الشرعبي الذي لقي مصرعه، والصحفي فيصل الدبحاني الذي أصيب في هذا الحادث. وصادف لحظة وقوع الانفجار وجود تجمع كبير للمدنيين في المقهى، لكن مصادر ميدانية أفادت بأن معظم الإصابات نجمت عن سقوط سلك كهربائي على المتواجدين، فيما تسبب الحادث أيضا في حريق نشب بسيارة إسعاف في ذات المكان. الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أدانت هذا الحادث ووصفته بالجريمة الإرهابية النكراء التي تؤكد توظيف الميليشيا الحوثية ومن خلفها طهران للإرهاب كورقة في حربها التي تشنها على الشعب اليمني منذ 4 أعوام، بحسب تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. واعتبر الوزير الإرياني هذا الحادث جزءا من مساعي الميليشيا لتفجير الأوضاع من جديد ونسف اتفاق ستوكهولم عبر الأعمال الإرهابية واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار. الانفجار الذي أوقع هذه من القتلى والجرحى أثار مخاوف سكان مدينة المخا، أحد أكثر مدن موانئ اليمن استهارا خلال القرون الماضية من تاريخ اليمن الحديث بسبب تجارة البن. فهذه المدينة وفقا لشهود عيان من أبنائها تحولت إلى ثكنة عسكرية مغلقة تابعة للقوات الإماراتية، فيما تشرف على أمن المدينة وحدات أمنية غير منسجمة تابعة للشرطة والشرطة العسكرية ومعظمها من المقاومة الجنوبية، في ظل صعوبات عديدة يواجهها قائد شرطة المدينة المعين من السلطة المحلية في محافظة تعز في ممارسة صلاحياته. يأتي ذلك فيما عمدت القوات الإماراتية إلى دعم عودة القيادات المحسوبة على الإنقلابيين وتمكينهم من شغل مواقع هامة في سلطة المدينة، في وقت تنامت فيه ظاهرة تجارة السلاح وزيادة معدل الاشتباكات بين العناصر المسلحة داخل المدينة بشكل لم تعهده مدينة المخا الساحلية من قبل.